السلام عليكم ورحمة الله، معاكم ماهر الحبشي. أهلا بكم في الدرس الثاني من دروس القواعد للمستوى الأول. عرفنا في الدرس اللي فات إن الجملة بتتكون من الفاعل والفعل فقط أو الفاعل والفعل وبعدهم التكملة، وعرفنا أشكال التكملة، وقلت لك كمان إن كل شكل من أشكال التكملة هنتكلم عنه في درس منفصل بإذن الله. عرفت في الدرس اللي فات إن الفاعل اللي بنبدأ به الجملة في اللغة الإنجليزية ليه شكلين، قد يكون اسم وقد يكون ضمير ينوب عن الاسم، ومش هكرر اللي أنا قلته تاني علشان ما ضيعش وقتك. لو ما اتفرجتش على الدرس الاول من دروس القواعد لازم تتفرج عليه الاول علشان ما تبقاش تايه مني وانا بشرح لك الدرس بتاع النهارده. لو اتفرجت عليه فانت كده ماشي صح وهتفهم درس النهارده بكل بساطه باذن الله. بعد ما عرفنا اشكال الجزء الاول في الجمله وهو الفاعل، كان لازم النهارده نعرف اشكال الجزء الثاني من الجمله اللي هو الفعل. عايزك تبص معايا على الصور اللي قدامك على الشاشه دي. الصور دي زي ما انت شايف للفنان المعروف ويل سميث. زي ما انت شايف هو لابس في صورة بدلة ولابس في صورة تانية جاكيت ولابس في صورة تانية تي شيرت. الاصل في الصور دي كلها هو الشخص الموجود فيها، ولكن اللبس بتاعه اتغير. طب هل اللبس ده غير الشخص اللي موجود ولا غير شكله فقط؟ اكيد غير شكله، غير شكله علشان يناسب المناسبة او الوقت اللي هو فيه. يعني ممكن في الشتاء يلبس جاكيت، ممكن في مناسبة رسمية يلبس بدلة، ممكن في الصيف يلبس تي شيرت او قميص. يبقى في الحالة دي الاصل موجود اللي هو ويل سميث، ولبسه اتغير علشان يناسب المكان او الوقت اللي هو لابس اللبس ده فيه. هنعتبر ان ويل سميث ده هو الفعل. ممكن نلبسه بدلة، ممكن نلبسه قميص، وممكن نلبسه جاكيت، وممكن نلبسه تي شيرت، على حسب الوقت اللي الفعل ده حصل فيه. فاحنا في اللغة الانجليزية ممكن نجيب اصل الفعل بدون ما نلبسه حاجة، او نجيب الفعل ونلبسه شوية حاجات. ايه اللبس اللي الفعل بيلبسه في اللغة الانجليزية؟ انت ممكن في اللغة الانجليزية تستخدم اصل الفعل بدون ما تلبسه اي شيء، وممكن تستخدم الفعل وتلبسه شوية حاجات زي اللي موجودة قدامك على الشاشة دي، الاس والاي اس والدي والاي دي والاي ان جي ويل وام واز وار واز وير. الحاجات دي كلها بتستخدم مع الفعل او بنلبسها للفعل في اوقات معينة. في الصور بتاع ويل سميث اللي كانت قدامك من شوية قلت لك ان ويل سميث بيغير لبسه على حسب الزمن او الوقت اللي هو موجود فيه، الفترة اللي هو موجود فيها. فبرضه الفعل هيغير لبسه على حسب الزمن اللي هو حصل فيه. يعني لو حصل في الماضي هيبقى ليه لبس معين، لو حصل في المضارع هيبقى ليه لبس معين، حصل في المستقبل هيبقى ليه لبس معين. فاحنا الاول هنعرف الفعل بيلبس ايه في زمن المضارع البسيط. الفعل في زمن المضارع البسيط ممكن يستخدم بدون اي زيادات عليه، يعني اصل الفعل فقط، وممكن تلبسه اس او اي اس. يبقى الفعل في المضارع البسيط يا اما ما يلبسش اي شيء من الحاجات اللي قلناها من شويه، يفضل على اصله، يا اما نلبسه الاس او الاي اس. يعني لو خدنا مثال للفعل play، play معناه يلعب، play هنا مفيش فيه اي زيادات، هو play ده اصل الفعل، فنقدر نقول على play انه في زمن المضارع البسيط. طيب لو خدنا الفعل play اضفنا له اس بقى plays، برضو هنقول عليه فعل في زمن المضارع البسيط، لان الشكلين دول الفعل بيلبسهم في زمن المضارع البسيط. طيب امتى بنلبس الفعل اللبس بتاع المضارع البسيط ده؟ احنا بنلبس الفعل اللبس ده اذا كانت الجملة او المعلومة اللي اتقال فيها الفعل بتعبر عن شيء حقيقي او ثابت او بيتكرر. حقيقي او ثابت او بيتكرر يعني ايه؟ تعال نشوف الجملة اللي قدامك على الشاشة. doctors الاطباء، واديتك الفعل help بتلات اشكال مختلفة اللي معناه يساعد، وpatients المرضى، الاطباء يساعدوا المرضى. طبعا واضح جدا ان المعلومة اللي الجملة اديتها لي حقيقة، شيء حقيقي وشيء ثابت ان الاطباء بيساعدوا المرضى، وبالتالي لازم نستخدم هنا حاجة من اتنين. نستخدم بقى اللبس بتاع المضارع البسيط اللي هو اصل الفعل او الفعل اللي لابس اس او اي اس. احنا هنا عندنا اصل الفعل اللي هو هيلب، والفعل لابس اي دي، والفعل لابس اي ان جي. فاللي يمشي معايا هنا في الشيء الحقيقي اللي احنا بنجيب فيه زمن المضارع البسيط هو اصل الفعل اللي هو هيلب الاولى. في الجملة التانية هي هو، ومديك الفعل work يعمل لابس اس ولابس اي دي ولابس اي ان جي، وبعدها as a teacher هو يعمل كمدرس. لما انت تشاور عليا وتقول هو يعمل كمدرس ده شيء حقيقي، شيء ثابت، فبرضه لابد من استخدام اللبس بتاع المضارع البسيط. ايه اللبس بتاع المضارع البسيط؟ يا اصل الفعل يا الفعل اللي لابس اس او اي اس. احنا قدامنا هنا فعل لابس اس اهو اللي هو الاختيار الاول works. الجملة التالتة وي نحن، ومديك الفعل فيزيت اللي معناه يزور على اصله، وفيزيتد الفعل لابس اي دي، وار فيزيتنج الفعل هنا لابس حاجتين ار قبله واي ان جي بعده. وفي باقي الجمله بيقول لك ايجيبت افري يير، احنا بنزور مصر كل سنه.
واضح من الجملة إن الفعل ده بيتكرر كل سنة، وإحنا اتفقنا أن الشيء الحقيقي أو الثابت أو اللي بيتكرر بنلبس الفعل فيه لبس المضارع البسيط اللي هو تاني إيه؟ اللي هو أصل الفعل بدون زيادات، أو الفعل اللي لابس إس أو إيه إس. فهنا قدامنا أصل الفعل visit، الاختيار الأول يبقى we visit Egypt every year. آخر جملة they play يلعب، ده أصل الفعل plays، ده الفعل يلعب لابس إس، played ده الفعل يلعب لابس إي دي، football on Fridays يعني هم يلعبوا كرة القدم في أيام الجمعة، في أيام الجمعة يعني كل جمعة. إذن الفعل اللي موجود عندي بيتكرر، وإحنا اتفقنا طالما المعلومة اللي فيها فعل بيتكرر بنلبسها لبس المضارع البسيط اللي هو أصل الفعل أو الفعل اللي لابس إس أو إي إس. فإحنا قدامنا هنا بقى play أصل الفعل، وقدامنا plays ده الفعل لابس إس. طب نعمل إيه هنا؟ ما احنا قدامنا الشكلين اللي الفعل بيلبسهم في المضارع البسيط، الاصل واللي لابس اس. طب نعمل ايه هنا بقى؟ هضيف لك معلومه، وهي امتى بنستخدم اصل الفعل وامتى بنستخدم الفعل اللي لابس اس او اي اس. بنستخدم اصل الفعل اذا كان الفاعل اللي عمل الفعل ده اي يعني انا، وي يعني نحن، او ذي يعني هم، او يو يعني انت، أو اسم جمع مجموعة من الناس. وبنستخدم الفعل اللي لابس إس أو إي إس إذا كان الفاعل اللي عمل الفعل ده هي أو شي أو إت أو اسم مفرد شخص واحد. يعني الجملة اللي قدامك دي الفاعل بتاعها ذي، اللي عمل الفعل ذي هما. إحنا اتفقنا إن ذي دي بتاخد أصل الفعل، يبقى ذي بلاي. لو حذفنا ذي من الجملة وحطينا مكانها هي، أنت عرفت إن هي بتاخد الفعل اللي لابس اس او اي اس، يبقى هي بلايز رغم انها نفس الجمله، بس الفاعل هنا هي والفاعل في الجمله اللي فاتت كان ذي. يبقى كده احنا عرفنا ان المضارع البسيط هو الفعل اللي لابس اس او اي اس، او الفعل اللي على اصله مش لابس اي زيادات. واتفقنا ان الفعل بيلبس اللبس بتاع المضارع البسيط ده لو كان الجمله فيها معلومه حقيقيه او ثابته او بتتكرر بس. طيب لو عايزين بقى ننفي الجمل اللي قدامنا دي، يعني ننفي حدوث الشيء الحقيقي او الثابت او اللي بيتكرر ده، الجمل اللي ذكرناها من شويه موجوده قدامك على الشاشه، عايزين ننفيها. يعني بدل ما نقول ان الاطباء يساعدوا المرضى في الجمله الاولى، عايزين نقول الاطباء لا يساعدوا المرضى. لما نحب ننفي الشيء الحقيقي او الثابت او اللي بيتكرر ده بنحط قبل الفعل don't او doesn't. يعني في الجمله الاولى اللي هي الأطباء يساعدوا المرضى هنقول doctors، ونحط قبل الفعل help don't، يبقى doctors don't help patients. كده بقت نفي، الأطباء لا يساعدوا المرضى. طيب في الجملة الثانية ممكن نقول he doesn't work as a teacher، هو لا يعمل كمدرس، فحطينا قدام الفعل work doesn't. في الجملة الثالثة اللي هي we visit Egypt every year، هنحط قبل الفعل visit don't، يبقى we don't visit Egypt every year، نحن لا نزور مصر كل سنة. زي ما انت شايف في جمل حطينا قدام الفعل فيها don't، وفي جمل حطينا قدام الفعل فيها doesn't. وهنا لازم تعرف امتى ننفي الفعل بوضع don't وامتى بننفي الفعل بوضع doesn't. اللي بيجي مع don't اللي هي بدون اس دي I ووي ويو وذي والجمع، واللي بيستخدم مع doesn't هي وشي وات والمفرد. علشان كده في اول جمله كان الفاعل بتاعي دكتورز جامع فاضفنا دونت، في الجمله الثانيه كان الفاعل بتاعي هي بيضاف معاها دازنت، يبقى بنضيف دونت او دازنت لكي ننفي الفعل على حسب الفاعل اللي موجود قدامك. دلوقتي عرفنا بنلبس الفعل ايه علشان نقول عليه مضارع بسيط، وامتى بنلبسه اللبس بتاع المضارع البسيط ده. دلوقتي هسيب لك في اول تعليق بعض الجمل اللي عايزك تحلها بعد ما تتفرج على الدرس ده وتفهمه كويس، وتكتب لي الحل في تعليق، وان شاء الله نصححه مع بعض المره اللي جايه علشان تتاكد انك فهمت الدرس كويس، وعلشان تقدر بعد كده تستخدمه وانت بتتكلم او انت بتكتب اللغه الانجليزيه. بفكركم ان مواعيد دروسنا يوم السبت درس القواعد، يوم الثلاثاء درس المحادثه، ويوم الخميس درس الكلمات والاستماع، والتفاصيل موجوده في اخر بوست على الصفحه. لو الفيديو فادك او ضاف لك جديد اعمل لايك وشير علشان تفيد غيرك، واستنوني يوم الثلاثاء في الدرس الثاني من دروس المحادثه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.